كابتن صبري تشكيلة اتحاد الشرطة. اتحاد الشرطة النهارده كابتن فتحي بادئ بعصام سعد، قدامه هيبقى خالد سطوحي، هيلعب باثنين سرد باكين، اسلام ابو سليمه واحمد عبد الرسول، وده اول مره يلعب. هيلعب ناحيه اليمين احمد جمال. خالد الغندور لعب المباراه اللي فاتت باك ليفت، هيلعب النهارده برده باك ليفت. هيلعب باثنين في القلب عماد حلمي وشال حسام عبد العال، وحط عماد حلمي جنبه هيبقى يحيى تراوري، قدامهم هيبقى ريكو، ومن قدامه هيبقى محمود اجوجو وحسام جلال، ومن الجائز ان حسام جلال ينزل شويه يساعد في نص الملعب في الحاله الدفاعيه بالظبط.